وفيه من الفوائد وجوب صيانة الإنسان لسانه عن أن يصدر منه سوء أو شر وأنه ينبغي له أن يتأمل وأن يفكر في العواقب لما يصدر عنه وأن لا يكون غائبا عما يؤول إليه فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المآلات والعواقب في مثل هذا الكلام الذي يصدر عن الرجل بأن يسب أبا الرجل أو يسب أم أمه وجعل العواقب موجبه لمزيد امتناع عن القول او عن الفعل لاجل شؤم عاقبته وقبح ماله فينبغي الانسان ان يكون متاملا لعواقب قوله وخواتمه فان ذلك مما يسلمه ويبعده عن الاثم وعن الوزر وعن الخطا فالامور بمالاتها وعواقبها تعرف احكام بداياتها واحكام اوائلها